السكرين تمام يا شباب؟ ان شاء الله كله تمام. طيب ايه هي اللوكال ستورج وازاي اكسس عليها واجيب فيها الداتا واجيب منها الداتا والكلام ده كله، وهي عباره عن ايه اصلا؟ طيب بص، اللوكال ستورج عباره عن ستورج موجوده عندك في الكلاينت، يعني هي ستورج موجوده في البراوزر عند الكلاينت، يعني موجوده هنا على البراوزر مش موجوده على السيرفر. توصل لها ازاي؟ هتلاقي هنا ابلكيشن، هو ده الابلكيشن، هتلاقي عندك حاجه اسمها لوكال ستورج. طبعا هي كان فيها شويه قيم كده همسحهم لك دلوقتي، تمام. طيب هي بتخزن فيها ايه؟ بتخزن فيها الـ يعني هي بتستخدم في الحاجات اللي لما تيجي تعمل يوزر اوثنتيكيشن مثلا، تسجيل دخول وكده، فالسيرفر بيبعت لك زي توكن كده مفتاح انت بتخزنه عند الكلاينت في اللوكال ستورج طبعا. وبتخزن فيها شويه الوان بقى، لو عايز تعمل كاستم سيمز معين، يعني في مواقع كده بتخليك تختار اللون اللي عايز اللي الموقع كله يتشكل بيه، يعني انت عايزه باللون الاحمر، فلو ضغطت على زرار اللون الاحمر فالموقع كله هيبقى باللون الاحمر، ولو قفلت الموقع ورجعت تاني هتلاقي نفس اللون الاحمر موجود برضه، عشان ده متخزن في اللوكال ستورج طبعا. في المواقع المودرنز الكلام ده ممكن مش تلاقيه، بس هو يعني كان موجود. طيب توصل لها ازاي؟ طبعا هي موجوده في الويندو اوبجكت، فتقول له ويندو دوت لوكال ستورج. اول حاجه عايزين نتعلم ازاي احط فيه ايتم، اسيت ايتم، تمام. فتقول له دوت سيت ايتم، تعال نشوفها الاول، تعال نشوفها الاول كده في الكونسول، كنترول سي، تعال نشيلها ده كنترول اكس ونحطها هنا في الكونسول كنترول في. صبرنا، ادي الاستورج، هتلاقي عندك ستورج، هتلاقي فيها الكلر فيها بتاع طبعا، عشان انا كنت مجرب حاجات قبل السيشن عشان لو ما اشتغلتش يعني، تمام. طيب خلينا اخد الكود ده كوبي كنترول سي ونشيل ده، نقول له دوت. هتلاقي بقى في اول ما اكتب دوت، هي عباره عن اوبجكت فيها فانكشنز وميثود، فانكشنز وبروبرتيز. هتلاقي الفانكشن اللي هي الجيت ايتم والسيت ايتم والريموف ايتم والكلير، تعال نشغل الكلير كده، تعال نعمل ريفرش، طبعا هو مرهق مش عارف ليه، يا جنينة يا ابني انت مرهق ليه يا ابني؟ هي هنا، ابلكيشن لوكال ستورج، هتلاقيها فاضية، هي دي اللوكال ستورج. طيب بتكون عبارة عن ايه بقى؟ بتكون عبارة عن كي وفاليو. اوبجكت طبعا انت عارف يعني ايه اوبجكت، اكيد يعني اوبجكت بيكون البروبرتي بتاعته كي والقيمة بتاعته بتكون فاليو، يعني كي وفاليو عشان اقدر امسك القيم منها. طيب ازاي؟ خلينا دلوقتي نبدأ في الست ايتم. ست ايتمز، اول حاجة هنعملها هنقول له ويندو دوت لوكال ستورج دوت سيت ايتم. سيت ايتم هنحط ايتم مثلا زي الكولر مثلا، اي حاجه، خلينا نحط كولر. كولر ده الفاليو، ده الكي والفاليو. الفاليو قيمه اللون ده مثلا هتكون باللون الاحمر بالهكسا ديسيمال، هتكون هاش اف 00 تقريبا، يعني اف 00 كده. احنا خزننا القيمه في اللوكال ستورج طبعا، لو بصيت هنا مش هتلاقي حاجه، بس هتلاقيه بيحمل لسه، فما علينا يعني. عايزين نجد القيمه بقى. طيب نجد القيمه ازاي؟ خلينا نكتب هنا جيت ايتمز، نجيب القيمه عن طريق برضه نفس الفكره، هي نفس كل حاجه، بس بدل ست ايتم هتاخد جيت ايتم، خليه مثلا جيت ايتم. طبعا الجيت ايتم بتقبل منك اللي اسمه ايه ده، بس الكي بس، هي مش محتاجه الفاليو، فاهم؟ لان انا اكيد هعرف امسك الفاليو من الكي بتاعها، تمام. وبعدين بقى مع البروزر كل شويه هنك ده، لا اله الا الله، ما انت كنت شغال، لا اله الا الله، يمكن ده مثلا السبب. هشيل الكيبورد ده، نشغل كده، ده تهديج والله من الجهاز عندي، فاهم؟ اهو اشتغل، انت فاهم، هو ده تهديج الجهاز. طيب دلوقتي هي متخزنه، تمام. دلوقتي انا لسه ما جبتش القيمه، هي انا جبت القيمه اه، بس القيمه دلوقتي مش هتطبع، لان انا ما قلتش اطبعها، تمام. فهقول دلوقتي سي ال جي وهطبع القيمه دي دلوقتي،
كنترول اكس وحطها هنا، كنترول في، او نشيل الكرسيين كله. تعال نبص هنا هتلاقيه لسه بيحمل برضه، مش عارف ليه. صبرنا يا رب. اه القيمة كانت بس هو طبعا بعد معاناة يعني. طيب انا ممكن اخزن اي حاجة في اللوكال ستورج. ودلوقتي انا لو قفلت السيشن اصلا، قفلت البراوزر خالص فاهم، وجيت فتحت بتاع تاني اللايف سيرفر تاني، اصلا هلاقي القيمة برضو موجودة. طبعا لو مش بقت موجودة شكلها هيبقى شيء وحش، هي موجودة تمام. طبعا مهما عملت لو قفلت البراوزر كله برضو وفتحت تاني هتلاقيها موجودة برضو تمام، الا لما انا اعمل لها ريموف عندي من الايه، من البتاع هنا، من الكود هنا. بالتالي انا هكتب هنا اقول له ريموف ايتم، ريموف ايتم بنفس الطريقه هتكتب بس ريموف ايتم وتدي له برضه الكي، بس هو هيريموف الايتم. بس طبعا الجهاز عندي ميت ف هيبدا يلود كتير قوي. بس هي دي اللوكال ستورج. طبعا استخداماتها يعني انت مش هتستخدمها دلوقتي الا زي ما قلت لك، لو انت بتعمل يوزر اوثنتيكيشن فانت بناء على ايفنت معين هتروح تحط في اللوكال ستورج اللي هو الكي اللي هي لك من السيرفر ده. بس هو الاستخدام ده يعني. ما خلاص يا نجم، ما تنهي بقى. هنلاقي كل ستورج فاضي تمام. طيب ايه تاني؟ نخش بقى على الاهم، يعني الاهم من الكلام ده هو الدستركشن اري. طيب الدستركشن اري مفهوم ادفانسد قوي، وانت مش هتعرف يعني ايه ليه لازمته دلوقتي او تستخدمه في ايه الا في الفريم وركس. بس في الفريم وركس للاسف مش هيشرحوها لك، هيقول لك دي حاجه اصلا موجوده في الجافا سكريبت وانت المفروض تكون عارفها فاهم. فدلوقتي احنا هنشرحها لك دلوقتي، هتستخدمها امتى؟ لما تروح الفريم ورك تمام. تمام لو عندي مثلا اري، array اسمها مثلا my friends مثلا، اي حاجه اي حاجه اي array يعني friends اي حاجه، بتساوي شويه اسماء مثلا زي احمد في الحفله، وعلي. الاسماء راحت من دماغي والله. وجمال اي حاجه، اسم تاني، اسم تاني محمد مثلا، اي حاجه تمام. طيب انت لسه فاكر؟ خلاص احنا خلصنا من بدري يعني. دلوقتي الديستركشن اري يقول لك ايه؟ يقول لك انت مثلا لو عايز تطبع الاري دي كلها فيطبعها لك كاري ككل. طب دلوقتي في الديستركشن كاري انا عايز اجيب ايليمنت واحد واحطه في فاريبل تمام؟ ايليمنت واحد احطه في فاريبل يا عمي سهله، هتقول له ليت مثلا ايه بيساوي الماي فريندز اوف زيرو مثلا فاهم، وتطبع الايه، وتطبع السي ال جي، تطبع الايه هتلاقي اشتغلت معاك عادي. وهنك بقى هنك عشان تبقى كملت. تعال نغير ام البراوزر ده اصلا عشان انا زهقت يعني. تعال نروح لواحد زي ده فايرفوكس. هيجيبهم لي بالعربي وانا مش داري على الحاجات دي. تخزين المتصفح ماي فريندز، فين الريفرش؟ مش بقول لك انت هتتعبني. جبت 450 ايكون، انت مالك ومال الايكون؟ مش طبيعي مش طبيعي. كنترول اس،
عندي كومبير الآن. وقته الجيت هاب دلوقتي، وقته يعني شايف ده وقته مناسب يعني. تمام، طبعا بعد معاناة الريت طبعا تاني. طيب دلوقتي زي ما قلت لك ان انا لو جيت عملت كده، طبعا حرف ليه هيجيب لي اول عنصر في الاري اللي هو اعلى. طيب الديستركشن جراي يقول لك ايه؟ يقول لك ان انت لو عايز مثلا العناصر بتاعت الاري، فانت ممكن تعمل كده وتكتب مثلا بيساوي الماي فريندز. تمام، طبعا لازم تعرف دول كفاريبلز مثلا لو انت مش معرفهم قبل كده. تمام، عايز اول اسم اللي هو هيكون في ايه، وتاني اسم مثلا اللي هيكون في بي، وتالت اسم اللي هيكون في مثلا سي، ورابع اسم مثلا هيكون في دي، وإف مثلا اللي هو خمس اسم يعني. تمام، فبالتالي هي نفس الطريقة، هتلاقي كل اسم منهم موجود في فاريبل. يعني تعالى نطبع مثلا حرف ال A، وهنا نطبع حرف ال B، خلاص نطبع حرف ال C، وهنا ال D، وهنا ال F. تمام، طبعا ال A ما عندناش F، فهو جاب لك undefined لأنها أصلا مش موجودة. تمام، فبالتالي الديستراكشن اري يقول لك ايه، لو عندك اري وانت عايز تديستراكت منها القيم الموجوده فيها، فانت ممكن تستخدم الطريقه دي عشان تجيب منها القيم اللي موجوده. طبعا انت تقدر تعمل الكلام ده من غير الديستراكشن اري، بس دي حاجه جديده موجوده في الاكما سكريبت، وهتستخدمها في الفريم وركس. تمام، بس زي ما قلت لك الفريم وركس اللي بيشرحوها مش هيقول لك دي حاجه اسمها ديستراكشن اري، وهيبدا يكتب على طول اللي يفترض انك عارفها من الجافا سكريبت، فاهمني؟ فعشان كده نشرحها يعني. طيب بنفس المنطق الاوبجكت بتكون بنفس الطريقه، يعني لو عندي اوبجكت برضو بديستركتها بنفس الطريقه. طب انا ممكن افوت حاجه من هنا، يعني مثلا اللي مش عايز حرف البي ده، يعني مش عايز عليه مثلا، ممكن اشيله كده وخلاص، هتلاقي اني ما جبتش حرف البي ده اصلا، فاهم؟ فبالتالي عليه ده مش هيطبق. تمام، مش موجود. تمام، فانا ممكن افوت قيمه بس اسيب مكانها فاضي، ما احطش في مكان القيمه دي فاريبل. تمام، طيب الديستركشرنج اوبجكت هجيبه لك دلوقتي. لو عندي اوبجكت، لو عندي ليت مثلا يوزر اي حاجه بيساوي ان الاوبجكت مثلا اي دي 2 1 مثلا، وعندي مثلا اسلام اي حاجه، وعندي مثلا الايج، الايج هيكون مثلا خليها نمبر، هيخلي مثلا 20 اي حاجه، وخلينا مثلا نكتب الايج الكانتري مثلا، الكانتري كده بقى صح، كانتري ما علينا، هتكون والعياذ بالله ايجيبت. تمام، طيب دلوقتي عايز استراكشر الاري ده. تمام، نفس فكره البتاع بالظبط، الاري بالظبط، فهتقول له ليت، بس مش هتبقى كيرلي براكتس بقى، هتبقى مش هتبقى براكت، اللي هي البراكت دي هتبقى الكيرلي بقى بتاعت الاوبجكت نفسها، وتقول له يساوي اليوزر ده. اليوزر دلوقتي هنا تقدر تجيب اي حاجه، اي حاجه من اليوزر، يعني انا مثلا عايز الاي دي، فهتجيب الاي دي بس. تعالى نطبع الاي دي كده، سي جي اي دي، هيطلع لك واحده. تمام، طيب ممكن تجيب مثلا حاجه تانيه، يعني مثلا عايز الاي دي، عايز النيم، عايز النيم، ممكن تجيب النيم. تمام، طبعا لسه ما طبعتوش، ف بالظبط. تمام، عايز تجيب مثلا حاجات تانية، عايز تجيب مثلا الايش، طبعا الايش هيقول لك غير معرف، فانت لازم تحطه هنا وتقول عايز الايش مثلا، فهتطبق وهكذا. تمام، طبعا الحاجه الحلوه في الديستراكشرنج بتاع الاوبجكت، ان انا مثلا لو مش عايز النيم اصلا، انا ممكن اشيله خالص خالص من الاري، من الحاجه اللي هديستراكشر خالص، فاهم؟ يعني كان في الاري انا بحط هنا مسافه، او بحط حاجه فاضيه مكانه كده، ده في الاري. لكن دلوقتي في الاوبجكت انا مش محتاج اعمل كده خالص. ليه؟ لان اصلا كل حاجه ليها بروبرتي، وبنادي عليها من الكي بتاعها. تمام، ده الكي ودي الفاليو، فانا بنادي من الكي اللي هو اصلا بيشاور على الفاليو في الميموري. تمام، طيب هو ده الاستراكشر الاري، يعني الموضوع بسيط فيه جدا، بس لما تخش في الفريم ورك هتحتاجه جدا. تمام، هيكون عندك اري في الستيت بقى والحاجات دي، فهو بيدستراكشر الاري كده وياخد منها الستيت ويبدا يشتغل. فلو انت مش فاهم الكود ده بيعمل ايه، اديك فهمته. تمام، طيب حد رايت ايزلي سينتاكس، يعني من غير كومبلكس، من غير تعقيد. تمام، قال لك اي واي از ابلكيشن بروجراماتيك انترفيس فور ويب. تمام، يعني ايه ابلكيشن بروجراماتيك انترفيس؟ يعني عباره عن واجهه برمجيه،
واجهه برمجيه بتخلي الكلاينت يقدر يشارك البيانات مع السيرفر. فبالتالي وكمان الواجهه دي ممكن اي تقنيه او اي تكنولوجيا تقدر تستخدم الواجهه دي، لانها بتكون واجهه عالميه فاي حد يقدر يقراها. تمام، هو ده الاي بي اي. طيب الشخص اللي بيكريته طبعا هو الباك اند. تمام، انت كفرونت اند انت بتستلم الاي بي اي ده. تمام، تعالى ننزل طبعا شيف ولا ايه مش عارف ايه. تعالى نخش على الهيستوريكال كده. انت جايب لي كود، انا عايز اشرح ايميل بالمعنى. عندي صوره برضو هنا هشرح لك عليها. فهم الاي بي اي ده اصلا بيكون يعني نظري اكتر ما هو بيكون عملي. دي صوره بتوضح لك المواقع كانت بتشتغل ازاي قبل الاي بي اي ده ما يكون موجود. تمام، ده الكلاينت اللي هو الجهاز الكمبيوتر بتاعك او اللابتوب او الموبايل او اي جهاز عايز يروح يجيب، عايز يخش على موقع مثلا. دلوقتي انا بسند ريكويست، ببعت ريكويست للايه، للشبكه الانترنت. تمام، وبتروح على السيرفر. تمام، السيرفر بيعالج الريكويست ده ويروح يجيب كونتكست داتا، بيجيب داتا اليوزر مثلا او اي داتا على سبيل المثال، على سبيل المثال اليوزر مثلا بيجيبها من الداتابيز او من السيرفر اللي محطوط عليه الداتابيز. تمام، بيجيبها هنا في السيرفر، وبعد كده بيسند دايناميك ويب بيج، بيكرييت بيجنريت دايناميك بقى، بيحط الداتا في صفحه اتش تي ام ال وسي اس اس وجافا سكريبت، ويبعتها لمين؟ للكلاينت. تمام، للبراوزر. البراوزر بيفهم اتش تي ام ال وسي اس اس وجافا سكريبت بس. فبالتالي السيرفر لازم كل ريكويست ياخد البيانات من الداتابيز ويعالج البيانات ويكريت صفحه اتش تي ام ال وسي اس اس وجافا سكريبت ويبعتها للكلاينت. تمام، طيب العمليه دي كانت حلوه زمان، لان اصلا يعني كان اخرنا كده، فاهم؟ كانت حلوه زمان في انك ما كانش في حاجه اسمها فرونت وباك بقى، كان في واحد اسمه ويب ديفلوبر بس، هو اللي بيكريت الفرونت ويكريت الباك في نفس الفايل. تمام، يعني بيكون ملفات اتش تي بي اتش بي بقى وهكذا، بتبقى الملفات البي اتش بي بتتحط على السيرفر والداتابيز بتحط في مكان، وكل ريكويست الريكويست بيروح للداتابيز يجيب كل يجيب الكونتكست اوف داتا، بيجيب الداتا ويبعتها للسيرفر، والسيرفر بالبي اتش بي طبعا بيكريت الويب بيج عباره عن اتش تي ام ال وسي اس اس وجافا سكريبت، ويملا الاتش تي ام ال بالداتا اللي خدها من الداتابيز ويبعتها للكلاينت. تمام، ولا كان في اي بي اي ولا يحزنون. تمام، طيب مع وجود الاي بي اي بقى طبعا دي حاجه حلوه، يعني مش هنعرف دلوقتي، مش هنعرف دي حاجه حلوه ولا حاجه وحشه، بس هي للنظرة الأولى إنها بتاكل من السيرفر كتير قوي. يعني هي كل ريكويست السيرفر بيتعب لما يطلع HTML و CSS و JavaScript، فاهم؟ فهي كانت لما قبل الـ API كانت حاجة حلوة قبل الـ API. تمام؟ طيب احنا نشيل ده ونخش بقى على الصورة التانية اللي هي بعد الـ API. لما ظهر الـ API عمل إيه بقى؟ الـ API هتفكروا بفكرة خلينا نخش على المثال بتاع المطعم ده الأول وبعد كده هنرجع المثال اللي فوق. طيب دلوقتي الكاستمرز لو انا مثلا رايح مطعم، تمام، وبطلب الاكل، فاللي بيحصل ان انا بطلب اوردر، تمام، والويتر بياخد الاوردر بيروح يديه للشيف في المطبخ. تمام، ولما الاوردر يطلع باخده من الويتر بيرجع ويجيبه لي. بس هو ده الاي بي اي اللي بيعمله. طيب ازاي بقى؟ دلوقتي الباك اند كان قبل الاي بي اي كان متصل بالفرونت اند. تمام، كان ما فيش فرونت ولا باك بقى، كان الاثنين في نفس الفايل. تمام، فمع وجود الاي بي اي الموضوع اختلف. دلوقتي كالباك اند بقى صندوق اسود كده تقدر تتعامل معاه كانه حاجه مالكش دعوه بيها بقى، مالكش دعوه ان هي تتعمل بقى بي اتش بي، والله تتعمل بالجو، تتعمل بالجافا سكريبت، تتعمل بالجافا، انت مالكش دعوه. هي ليها حاجه واحده بس، مفتاح تقدر تكلم بيه الباك اند اللي هو الاي بي اي. هو بيديك اي بي اي، انت بتروح تجيب الاي بي اي ده وتعرضه عندك بس، فاهم؟ ما بتستخدمش اي حاجه. فاليوزر بيعمل ايه؟ فالبراوزر بقى بيعمل ايه؟ بيبعت ريكويست، الريكويست على طريق بقى ريكويست اي بي اي بقى، ريست فور اي بي اي. الاي بي اي ده بيروح للسيرفر بيجيب البيانات ويرجع بس. السيرفر ده معمول بايه؟ او البرنامج اللي شايل الباك اند معمول بايه؟ مش شغلتي ده، فرونت اند مش بتاعي. معمول بقى بي اتش بي، معمول بقى لارافيل، معمول ايا كان، معمول بايثون، مش معمول اصلا، انا ماليش دعوه. تمام، انا بروح هو بيجيب لي اي بي اي، انا باخد الاي بي اي بعرضه عندي في البراوزر بس. طبعا دي حاجه
قوية جدا قوية جدا جدا. أصلا دلوقتي ممكن أبعت أنا ريكويست لـ API، الناس اللي عاملينه ده ناس من أمريكا الشمالية، ناس من المريخ يا عم، فاهم؟ على حسب بقى، فاهم؟ فدلوقتي أنا الفرونت إند بقى في حتة والباك إند بقى في حتة، تمام؟ وغير كده دلوقتي بقى في سيرفيس كتيرة جدا، يعني مثلا في مواقع بتقدم لك API بتاع مثلا حالة الطقس، في مواقع بتقدم لك API بتاعت انا شفت اصلا موقع بيقدم لك اي بي بتاعت الفيديوهات بتاعت اليوتيوب اصلا، لو انت عايز تعمل موقع على اليوتيوب مثلا او كلون لليوتيوب، فهو بيديك كل حاجه، كل الاي بي ايز بتاعت اليوتيوب بيديها لك. طبعا بيكون في فيريفيكيشن بقى وبتاع وفلوس وحاجات زي كده، بس الفكره في ايه؟ ان الاي بي اي ده بقى حاجه كويسه جدا. طب هو مكتوب بايه؟ او معمول ازاي؟ او شكله عامل ازاي؟ هوريك شكله دلوقتي. هو مكتوب بحاجه اسمها جيسون، اللي هو جافا سكريبت اوبجكت نوتيشن. طبعا انت عارف جافا سكريبت اوبجكت بقى، تمام؟ طب ال يلا بقى اشتغل بقى، ما تحرجناش. طيب هو ده بقى عباره عن جافا سكريبت اوبجكت عادي، كنترول سي، تعالى نروح هنا اهو، هتلاقي عباره عن جافا سكريبت اوبجكت عادي جدا، تمام؟ ليه الكي وليه الفاليو، بس طبعا هتلاقي ان الكي بتاعته معموله معمول ليها نوتيشن كده، تمام؟ ده عشان ان هو مش بس الجافا سكريبت هتفهمه، لا هي اي لغه برمجه في الدنيا المفروض تفهم الجيسون ده، تمام؟ طبعا بيكون اريال، تمام؟ طيب دلوقتي ازاي انا بقى ايه اجد عندي حاجه اسمها راست فول اي باي. راست فول اي باي دي بتكون عباره عن 4 ميثود، تمام؟ الجيت والبوست والديليت، الابديت والديليت، تمام؟ في الابديت والباتش ومش عارف ايه، تمام؟ طيب دلوقتي ازاي عندي مثلا ريكويست زي ده، او ده مثلا اي بي اي عايز افيتش الداتا اللي فيه واجيبها، تمام؟ طبعا ممكن تفيتشها بالجافا سكريبت او باي لغه برمجه يعني تانية، بس دلوقتي في تول او اخترعوا لنا تول اسمها بوستمان. بوستمان ده برنامج موجود على النت، يعني تقدر تنزله، اسمه بوستمان. افتح يا عم بوستمان ده، بتخلي ده الباك اند بيستخدمه عشان يتشك الاي بايز اللي هو بيعملها شغاله ولا لا قبل ما يبعتها للكلاينت للفرونت اند. عباره عن فرونت اند تول كده بتتشك ان الاي باي دي شغاله ولا لا، الاند بوينت دي شغاله ولا لا. طبعا الاند بوينت اللي هي زي دي، اللي هو الراوتر الرابط، تمام؟ خلاص خلاص كفايه. هو نفس الراوت طبعا، تعالى نقفل ده. طبعا مش بيكون في الكلام ده، بيكون مش موجود عندك اول ما تسجله، بيقول لك طبعا دي بي واي كلها بتعملها. اقفل اقفل خلاص كفايه. طيب اول ما تسجل عليه بيجيب لك بتاع كده، بيقول لك لوجن ومش عارف ايه والكلام ده، انت بتسجل دخول طبعا. هنا تيجي هنا بتقول له انا عايز اكريت كوليكشن، بلانك كوليكشن، كوليكشن جديده، تمام؟ بتسمي الكوليكشن بتاعتك، انا هسيبها كده نيو كوليكشن عادي. بتيجي هنا بتقول له انا عايز اعمل اد ريكويست، عايز اضيف ريكويست. طبعا عندك الميثود بتاعت الريكويست بقى كتير جدا، عندك الجيت والبوست والديليت، دي الديليت بتاعتك، دي البوت والباتش، البوت والباتش اللي هي اللي بتعمل ابديت، اللي بتعمل ابديت. طبعا الهيد والاوبشنز دي حاجات تانية يعني فوق منها. خلينا دلوقتي في الايه، في الجيت. انت بتقول له الجيت وبتبعت بقى الريكويست وبتبعت الاند بوينت اللي انت بتعمل عليها جيت، تمام؟ طيب فين بقى الاند بوينت؟ ما في بقى حاجات، مواقع كتير بتقدم لك بقى الاند بوينت دي، زي مثلا الموقع بتاع الجيسون بيس هوردر ده، ده بيقدم لك بوستس كده بتكون فيك، يعني بتكون اي بي اي بس بتكون يعني ايه فور تيست يعني، تمام؟ بتجيبها وتحطها هنا، تمام؟ وتقول له ايه، وتقول له يلا سند. اللي بيحصل ان بيرجع لك حاجه اسمها ستاتس كود 200. 200 ده يعني اوكي. بص من 200 ل بين 200 لحد 299 يبقى البوست او الريكوست ده تم بنجاح ورجع لك اوكي، يعني هو اتعمل بالفعل. طبعا جاي لك التايم كذا، خلي بالك الاي بي اي عمليه كونكشن بين كلاينت وسيرفر، تمام؟ فحتى لو كان النت سريع فهي هتاخد وقت برضه، وده لسه هنتكلم عنه بعدين بقى ان شاء الله، يعني في الاسينكرونس كود والحاجات دي، تمام؟ ده هيقول لك ان هو خد تايم كذا 300 ومش عارف مللي ثانيه حاجه زي كده، تمام؟ عشان النت كان سيء يعني، تمام؟ طيب رجع لك بقى الجيسون، هو ده الجيسون اللي هيرجعه لك. وانت بقى انت بقى كفرونت اند هتاخد الجيسون ده وتملى بيه الفرونت، هتملى بيه الكلاينت بتاعك وتعرضه في الفرونت، تمام؟
تمام. طبعا دي حاجه اصلا عظيمه جدا، ومش بس كده، مش بس ان انت ممكن تاخد الفرونت ده وتعرضه، انت ممكن تبيعه اصلا، يعني ممكن تبيع بوستات او على تمسك الاي باي ده وتحط فيه مثلا قائمه اسعار او حاجه، تعمل بيه حاجات كتيره جدا، فاهم؟ والميزه الاكبر منه ان بقى الباك اند لوحده والفرونت اند بقى لوحده، تمام. فانا اصلا ممكن ناس تشتغل معايا من امريكا وانا اشتغل في مصر عادي، فاهم؟ طيب دلوقتي لما عملت جيت جاب لي البيانات دي كلها، طيب عايزين نتعلم ايه بقى؟ عايزين بالكود بتاع الجافا سكريبت، تمام، تقول ايه بالكود بتاع الجافا سكريبت نعمل فيتش للجيسون بليس هولدر ده ونعرضه في الفرونت، تمام. هو ده بقى الايه الكلام. طيب خلينا دلوقتي نتكلم على الجيت، فكك من بوست والحاجات دي دلوقتي، خلينا نركز على الجيت، تمام. طيب لحد دلوقتي كله تمام قبل ما نخش في الكود بتاع الجافا سكريبت؟ انا عندي حاجات كتيره، طرق كتيره اقدر اجيب بيها اعمل بيها ريكويست في الجافا سكريبت. طبعا هنشرح دلوقتي حاجه مفهوم اسمه ايجاكس. ايجاكس تمام. طبعا الايجاكس ده اختصار ل اسينكرونس جافا سكريبت اند اكس ام ال، تمام. طيب عباره مش تقنيه ولا لغه برمجه ولا نيله، عباره عن شويه اكواد بس كده، تمام. بس هما يعني بيطلع الايجاكس يعني، تمام. طيب دلوقتي عندي طريقه قديمه وطريقه جديده، عندي في طرق قديمه وعندي في طرق جديده. الطرق القديمه كانت بتستخدم زمان قبل الايكما سكريبت، تمام. طبعا انت لازم تكون عارفها عشان لو جالك مثلا بروجكت معمول بالطريقه القديمه بتاعت الايجاكس تكون فاهم وتعرف تتعامل معاه، وكذلك بقى الطرق الجديده. بس عايز اقول لك الطرق الجديده هايفه جدا، يعني هي فانكشن بتديها الاند بوينت وشكرا، الموضوع بسيط. الطريقه القديمه اللي هتتعبك شويه، طبعا هو الكود هيكون كبير شويه بس مش مطلوب منك انك تحفظه قد ما مطلوب منك انك تفهم، بس مش اكتر ولا اقل. اقول له ليت، اول حاجه هعمل ريكوست جديد، اقول له ليت ريكوست، ريكوست، تمام. الريكوست ده هيكون جاي من كلاس اسمه، طبعا احنا يعني ما شرحناش الاوبجكت اورينتد في الجافا سكريبت، لكن انك تاخد اوبجكت من كلاس ده موضوع سهل، يعني هتكتب نيو كي وورد واسم الكلاس اللي انت عايز تاخد منه اوبجكت. كنت عملت مره في التو دو ليست لما كنت خدنا اوبجكت من الديت كلاس، لما كنت عايز اعمل اي دي يونيك مثلا او اي دي ما يتكررش، فكنت ممكن اعملها براندوم بالماس اوبجكت بالماس كلاس، بس عملتها بالديت اللي هو مثلا ايه، كل لما اضغط على كلاس على تاسك جديده يضاف الاي دي بتاعها بالتاريخ بتاع الايه الثانيه دي، فاهم؟ فكان ده هيبقى يونيك طبعا، تمام. طب اسم الكلاس اللي انا بكتب منه الريكوست او باخد منه الريكوست، اللي باخد منه الاوبجكت بتاع الريكوست اسمه اكس ام ال، اكس ام ال اتش تي تي بي ريكوست، تمام. هو ده الكلاس اللي انا باخد منه الاوبجكت، تمام. طيب بعد كده بعمل ايه؟ بقول له ريكوست. دلوقتي الاوبجكت ده، الريكوست ده بقى اوبجكت من الكلاس اللي اسمه اكس ام ال اتش تي تي بي ريكوست، تمام. ده بقى اوبجكت منه، عنده فانكشن، عنده دوت مثلا، عنده اوبن وعنده حاجات كتيره. دلوقتي خلينا دلوقتي في اوبن. اوبن بتقبل منك حاجتين، بتقبل منك اهو الميثود وبتقبل منك اليو ار ال، في سكوت جامد بصراحه. بتقبل منك الميثود وبتقبل منك اليو ار ال، اليو ار ال اللي هي الاند بوينت، والميثود اللي هي بتبقى الجيت ولا البوست ولا الديليت ولا اي بوست، اي ميثود انت عايز تستخدمه. طيب الجيت الميثود هتكون جيت، خلينا نكتبها كابيتال، وتقبل منك الاند بوينت. طبعا الاند بوينت تعالى نجيبها من هنا، ادي الاند بوينت بتاعتنا كنترول سي، وتبقى سترينج برضه كنترول في كده، احنا لسه ما خلصناش يعني. طيب دلوقتي ممكن نعمل ايه؟ ممكن اقول له دوت ريكويست، ريكويست دوت سند، لازم ابعت ريكويست بقى ايه للاند بوينت دي، تمام. طيب دلوقتي انا بعت ريكويست، تمام، هل هيظهر حاجه؟ تعالى نرجع كده ونشوف، تعالى نشوف هنا عشان انا حاسس ان ده هيجيب لي ايرور. فين ال فكت من البتاع دي؟ طيب ما عمليش اي ايرور الحمد لله لحد ما يعني، تمام. دلوقتي لسه ما خلصتش. طيب دلوقتي انا عايز اعمل ايه؟ عايز بطريقه ما لما الريكوست ده يجي، لان ده زي ما قلت لك ده عباره عن كونكشن للسيرفر، لما الكونكت، لما البراوزر، لما البراوزر ايه يا عم، لما الاند بوينت دي
تكون في فول فيلد يعني، وصلت تمام، اقدر اطبعها مثلا في الكونسول او اعمل بيها اي حاجه بحيث ان انا اشوف الاوبجكت اللي جايه تمام. طيب فكره ان هي وصلت امسكها ازاي، ان هي الريكوست ده فعلا وصل. عندي حاجتين، اول طريقه عندي مثلا او اتنين فانكشن، عندي ريكوست اول حاجه اسمها ايه، اسمها اون ريدي ستيت تشينج، لما يحدث تغير في استعداديه الحاله. ما علينا من الترجمة، ما علينا من الترجمة، يعني لما يحدث تغيير مثلا، أو لما الريكوست ده يحصل في أي تغيير سواء كان فيلد أو ريجكت أو أي حاجة، أعمل إيه بقى لما يحصل في تغيير؟ أعمل إيه؟ ممكن أطبعه يعني، ممكن دي مش فانكشن، هي دي عبارة عن فاريبل أصلا بيشيل فانكشن تمام. ممكن أكتب فانكشن، فانكشن الفانكشن دي هتكون أنيمس فانكشن طبعا. هتعمل إيه؟ ممكن نجرب بالطريقة التانية اللي هي الطرق الجديدة بقى. ممكن نعمل هنا ايه، ممكن نعمل اف عشان نتأكد ان الريكوست اصلا وصل. فهقول له الريكوست، الريكوست دوت ستيتس 3 ايكوال 200. لو هو 200 فعلا يعني هو وصل فعلا، فممكن احوله التكست الاول وبعد كده اطبعه مثلا بدل ما هو جيسون يهنج. ف هقول له لب البوست دي تمام بتساوي جيسون بارس، واحول الريكوست كله ده ل دوت ريسبونس، ريسبونس تكست تمام. بعد كده ممكن نلف على البوست باستخدام فور اتش بقى، فور اتش بص من جيت سايت دلوقتي element هتبقى منك بوست، هي بترجع بوست. وكل مرة هتعمل ايه، هتجيب الكونتينر، الكونتينر ده هتقول له دوت انر اتش تي ام ال بلس ايكوال الايه ال HTML مثلا HTML max slash HTML boost dot. طيب تمام اشتغل، هو كان مرهق مش عارف ليه تمام. دلوقتي ايه اللي حصل، جاب لك التايتل من كل الاوبجكتات اللي موجوده وراح عرضها عندك في الكونتينر اللي موجود في ال HTML يعني. طبعا يعني انت ممكن تكتب ستايل دلوقتي عادي، يعني انت ممكن تكتب ستايل او في ملف اكسترنال خارجي تقول له مثلا اي H2 عندك، تدي له مثلا تكست الاين سنتر اي حاجه يعني بالظبط جه في السنتر. طيب دلوقتي لو انت وصلت لحد دلوقتي فالموضوع بقى اوضح بكتير يعني. ليه؟ لان انت عندك بيكون عندك اند بوينت، الاند بوينت دي تكون مربوطه بسيرفر، انت بتفتش الاند بوينت دي وتجيب بيها الايه البتاع. طبعا الكود ممكن يكون رخم في البدايه بس يعني دي الطريقه القديمه، الطريقه الجديده بتكون اسهل من كده تمام. طيب بس طبعا لازم تكون فاهم الكلام ده. طيب لو عايز تغير بقى تكتب البوست وتكتب البادي بتاع البوست والكلام ده، بس خليك دلوقتي في الجيت لحديت لما ايه تحترف ان شاء الله. طيب تعال نروح على جيسون بليس هولدر كده ونعرف شوية. جيسون بليس هولدر طبعا بيقدم لك هنا، دي الطريقه الجديده بتاعته، ان هو بيجيب لك هنا فيتش، بيفيتش على الداتا بالطريقه دي بالفانكشن بتاعت فيتش تمام. بس هو طبعا هنا جايب لك البرودكت الاولاني، اول بوست يعني تمام. دي الطريقه الجديده بتاعته اللي موجوده في الايكما سكريبت، بس طبعا مش محتاج اقول لك ان انت لازم تكون فاهم دي الاول تمام، لان الطريقه لان هيجي لك مواقع كتير جدا وانا شفت الكلام ده يعني بتكون مكتوبه بالطريقه دي، فلو انت مش عارف اكس ام ال الايجاكس بتاع القديم مش هتعرف تشتغل فاهم. فلا افهم الطريقه دي كويس وبعد كده
طرق جديده بتكون سهله. زي ما قلت لك الطريقه دي هتكون فيتش، هي فانكشن واحده اصلا فيتش، وتقول له دوت زن ومش عارف ايه، وهتطبع لك الداتا. بس ركز على الطرق القديمه الاول، لانك هتلاقي مواقع معموله بيها. تمام؟ طيب لحد دلوقتي كله تمام؟ تمام يا باشمهندس، تمام. يا انت لسه موجود؟ عيب عليك، هو فاضل 12 دقيقة وتقفل. ايه تاني يا عم كنت عايز تشرحه؟ ممكن دلوقتي يعني نعمل ريفيو كده على الحاجات اللي احنا خدناها. تمام؟ وايه وخلاص بقى. طبعا كلاسز احنا مش شرحناها يا شباب، ولا الاسيك ولا الاوتو كان. ماشي. الاجاكس اهو، الاتش تي ام ال، الريكوست، الريسبونس. تمام. الجيسون، الجيسون جي كويري، فكك من جي كويري طبعا. الكلام ده طبعا الجي اس جرافيك اللي هي الكانفاس والحاجات دي يعني مش مطلوبة بصراحة، او مش شغلنا يعني كفرونت اند. طيب نعمل مراجعة ولا كده خلاص؟ اشرب الاول. فين الايجاكس؟ كل كل براوزر الاي بي ايز، ادي ويب اي بي ايز. لا الويب اي بي ايز موضوع تاني. بيقول لك اهو الايجاكس نوت بروجرامينج لانجويج، هو مش بروجرامينج لانجويج ولا حاجه، هو تكنيك او اكسسنج ويب سيرفيس فروم، يعني ويب بيج. هو يعني تقدر تقول ان هو تقنيه او حتى مش تقنيه، شويه اكواد تقدر تستخدم تقدر تجيب بيهم السيرفيس من الويب بيج، يعني تقدر تروح للسيرفر من خلال الويب بيج. تمام. جافا سكريبت ستاندردز فور اسينكرونس جافا سكريبت اند اكس ام ال. تمام. انزل انزل اسينكرونس جافا سكريبت اند اكس ام ال، ده الاختصار بتاعه يعني. نخش على قال لك اول حاجه عشان تكريت اكس ام ال اوبجكت لازم تكريت اوبجكت منه بالطريقه دي. تمام. كده كريتنا اوبجكت من البتاع. طبعا مكان اون ريدي ستيت تشينج دي ممكن تستخدم الاون لود. تمام. يعني هنا في الكود هنا اون ريدي ستيت لما يحصل اي تغيير بقى في دي معناها الفانكشن دي، او هي مش فانكشن، هي فاريبل اصلا، بس هي بتعمل منك فانكشن. الفاريبل ده لما يحصل فيه اي عمليه تغيير في الريكوست بيشغل الفانكشن، اي عمليه تغيير. لكن الاون لود اول ما يشتغل، اول ما يحمل يعني بيحصل معاك البتاع ده بيبدا يشتغل. تمام. هتلاقي مفيش فرق خالص. داله الاوبن طبعا بتفتح الاوبن وتكتب الجيت او الميثود بتاعتك. تمام. وتقول له سند. تمام. دي سند دي هي اللي بتبعت الريكوست. تمام. بعد كده بتقول له الاون لود وتكتب بقى ايه، هير يو كان يوز داتا. تقدر دلوقتي تستخدم الداتا، انا مثلا عرضتها عندي هنا في الكلاينت، انت ممكن تعرضها في الكونسول، تعرضها في اي حته عادي. تمام. نرى شويه عن الريكوست. طبعا كلمه الترو دي معناها ان الريكوست ده يعني ايه، يعني الريكوست بيكون اسينكرونس او سينكرونس، ف يعني هي الديفولت بتاعتها بتبقى الديفولت فاليو بتبقى اسينكرونس كود، بتبقى ترو. تمام. فمش محتاج تكتبها لو انت عايزها ترو يعني. تمام.
طيب احنا كده يا شباب خلصنا، اي حد عنده اي سؤال عشان عايز امنتج